حاول الدخول على تركيا مع رفقاته هم 9، قاموا مسكوا الجندرمة التركي، 7 كسرهم تكسير، مع كسروا ايديهم وجريهم، وهو كسروا له اسنانه مرهف وطرحوه براسه 4-5 طروح، واثنين قتلوهم خالص. ما في اي سبب انه يعني الضرب صار مباشر، يعني من مسكوهم بشيب فيهم ضرب، يظلون يضربون الواحد لمن يقامه، يعودون يكتون عليه مي، لمن يصحى يعودون يكفون عليهم. واصل الى الريحانيه، هني تدفع، وصل تركيا بتاخذ المصاري كامله. هون طلعنا من نقطه ما يسمى بمخيم الكرامي باتجاه تركيا، منطقة الله العليم اسمها حران، بالساعة 12 ليلا، ما فتنا لحد الساعة 5 صباحا. نحن طفينا على التيل وصرنا ضمن الأراضي التركية. بعدين هون تعرضنا لأشد أنواع الضرب من نواحي بوار الحديد، اللهم صل على سيدنا محمد، فلتوا الكلاب الله يعزك علينا، كلاب البوليسي، مي البارد صاروا يحمومونا فيها لأن الدنيا أيام صبرة وبرد. أكلنا العذاب أكتر شيء نحن 3، كنا بالمجموعة 11. التعذيب أنا أول شيء صار يضربوني بالبواط العسكري على رأسي، على بطني، على ظهري، على جميع أعضاء جسمي. مطالبي أن السوابي ما يتعاقب كدولة، تعاقب كحكم، تعاقب كعمل إنساني. شلون ساوم بي راح لا يدور رغيف خبزه، ما يتعاقب بالموت، يسجنونه يعاقبونه بس مو للموت. هذا لأتمناه من التركي والحكم التركي إني عاقب الساوم بي، وما نسقط إحنا دعوتنا، أنا أمه ما سقطت الدعوة وقلتها على المعبر، ما نسقطها.